الخبر في عدد اليوم جورنال فيغ جاب عنوان ريمونتادا جديده لفريق الرجاء ضد الصاد المغربي، وفاز فريق الرجاء الرياضي عشيه امس الثلاثاء على ضيفه الصاد المغربي بنتيجه 5-4 في المباراه الوديه اللي جمعت بينهم ماركا الوازيس مدينه الدار البيضاء، وتكلف مهمه تسجيل 5 أهداف الرجاء كل من عبد الحي فورسي، زكريا حدره في الشوط الاول، والحسين الرحيمي وسفيان بن جيده في مناسبتين في الجوله الثانيه. وفضل الجهاز الفني للفريقين برمجت مباراه وديه بينهم من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام بيناتهم قبل انطلاق منافسة الموسم الرياضي المقبل 2022-2023. وكان فريق الرجاء فاز مباراة الودية الأولى يوم السبت الماضي على مضيفه الفتح الرباطي بنتيجة 0-0 من توقيع لاعبو سفيان بن جديدة. 10 أيام مهلة للرجاء لتفادي عقوبة بأزيد من 400 مليون سنتيم، وأمال محامي محسن متولي العميد السابق لفريق الرجاء مسؤولي هذا الأخير 10 أيام صرف مستحقاته في مراسلة رسمية توصلت بها إدارة النادي، وهدد باللجوء للجامعة في حالة انقضاء المدة المذكورة، وكيطالب متولي فريق الرجاء بمبلغ كيتقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم وهو مجموع مستحقاته العالقة بذمة الفريق. وكيحاول متولي تفادي اللجوء للجنة النزاعات بالجامعة من خلال توصل اتفاق مع عزيز بدراوي رئيس الفريق الأخضر، خاصة بعد دخول محمد أوزار على الخط والضغط الجماهيري على متولي. وقرر متولي مباشرة مسطرة النزاع مع الرجاء بالتعاقد مع محامي رأس الفريق الأخضر في خطوة أولى قبل وضع الشكاية بالجامعة الملكية في خطوة ثانية، ويكون الرجاء مطالب في حالة لجأ متولي للجامعة الأداء مبلغ كيتقدر بأزيد من 700 مليون سنتيم في نزاعين، وكيتعلق الأمر بكل محمود بن حليب اللي كيطالب ب 260 مليون سنتيم بالإضافة للعميد الرجاوي. الكاف ينعش ذاكرة جمهور الرجاء بذكرى مميزة، وعمد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لتذكير جمهور فريق الرجاء الرياضي بفوز فريقهم النسخة السابقة من كأس الاتحاد الافريقي نسخة 2020-2021، وقام الاتحاد الافريقي بنشر مجموعة من الصور لفرحة لاعبي الرجاء بعد الفوز بهذا اللقب، وطرح الجهاز المذكور سؤال على الجماهير الرجاوية بخصوص اللقطة العالقة في اذانهم المتعلقة بهذه النسخة، وكان اللي علق بلقطة هدف مالونغو الرحيمي في النهائي، فيما الأغلبية ذكرت لقاء بيراميدز المصري وسيناريو الضربة الترجيحية اللي كانت غتبتسم لفريق الفراعنة لولا تألق على الزنيشي. رسميا الاندلسي يقدم استقالته من رئاسه شركه الرجاء، وبعث رشيد الاندلسي رئيس الشركه الرياضيه لفريق الرجاء الرياضي استقالته من منصبه لعزيز الدراوي رئيس جديد الفريق الاخضر. ووضحت عده منابر ان الاندلسي بعث قبل حوالي اسبوعين استقالته من رئاسه شركه الرجاء لفسح المجال تعيين البدراوي كرئيس جديد للشركه، هو الامر اللي مازال ما قدمش عليه هذا الاخير حسب وثيقه السجل التجاري الجديده اللي تم نشرها عبر عده صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكان الاندلسي اكد في تصريح سابق انه طلب أنيس محفوظ ضرورة عقد اجتماع للتخلي على منصبه كرئيس الشركة مع اختيار أعضاء جدد من مكتب أنيس محفوظ لعضوية مجلس إدارة الشركة، غير أن ذلك ما تمش. وثيقة صادمة، شركة الرجاء تتعرض لحجز تنفيذي مقابل 6 ملايير سنتيم، وقررت مديرية الضرائب العامة إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري للشركة الرياضية لفريق الرجاء الرياضي بتاريخ 12 يوليوز. وقدمت المديرية العامة للضرائب الحجز للشركة الرياضية لفريق الرجاء إلزامه بأداء مبلغ 6 ملايير و100 مليون سنتيم، وهي قيمة المبالغ المستحقة لإدارة الضرائب واللي كتخص المعاملات المالية للفريق الأخضر في السنوات الماضية، وكيشمل الحجز التنفيذي على كل ممتلكات الشركة الرياضية من منقولات وأسهم تجارية وحساب بنكي. وكانت إدارة الضرائب طالبت أندية البطولة بضرورة أداء ديون الضرائب العالقة بذمتها، غير أن الأزمة المالية للأندية حال ذو التزام بالأداء، وسبق الإدارة الضرائب العامة ورسلت فريق الرجاء إخباره بضرورة أداء مبلغ 6 ملايير سنتيم، غير أن الفريق الأخضر مقواش على الأداء بسبب الديون الكثيرة المتراكمة عليه. وكان سعيد حسبان الرئيس السابق للنادي أكد في أكثر من مناسبة أن مديونية الرجاء باحتساب الضرائب وعقود اللاعبين والنزاعات اللي كانت كتفوق 3 ملايير سنتيم كتوصل أزيد من 20 مليار، وغيكون لزمان رئيس فريق الرجاء عزيز بدراوي البحث على حل ورطته الجديدة لرفع الحجز على شركته التجارية. يشار أن الحسابات البنكية للجمعية الرياضية لفريق الرجاء تعرض الدورة للحجز من قبل عدد من الدائنين كيتوفروا الأحكام النهائية وكيطالبوا بالحصول على مستحقاتهم المالية. عرض جديد من الرجاء لاتحاد طنجة لضم أكسيل مايي، وجدد فريق الرجاء الرياضي رغبته في ضم اللاعب أكسيل مايي مهاجم اتحاد طنجة في ميركاتو الصيفي الجاري. ووضحت جريدة الأخبار أن مفاوضات إدارة فريق الرجاء مع مسؤولي الفريق الشمالي بلغت مراحل جد متقدمة في انتظار توقيع العقد في الساعات القليلة القادمة، وتابع نفس المصدر أن فريق الرجاء تقدم 300 مليون سنتيم بهدف حسم الصفقة اللي كيتنافس عليها من جديد مع الغريم التقليدي والنهضة البركانية.
وليد الركراكي يختار لاعبا واحدا من الرجاء مقابل اربعه لاعبين من الغريم التقليدي بلائحه الاسود. واختار وليد الركراكي المدرب جديد المنتخب الوطني الاول انس زنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي باللائحه الاوليه الاسود اللي غتخوض تجمع الهلالي باسبانيا في الفتره الممتده ما بين 20 و 27 شتنبر المقبل. وكشف مصدر جامعي مسؤول ان التغييرات اللي شهدتها تشكيله فريق الرجاء الرياضي دفعت الناخب الوطني الجديد للاقتصار على المناداه على لاعب واحد من فريق اخضر، وكيتعلق الامر بالحارس انس زنيتي. بالمقابل وجه الركراكي الدعوه لاربعه لاعبين من الغريم التقليدي واللي هما رضا التكناوتي، يحيى عطيه الله، يحيى جبران، وايمن الحسوني. لأول مرة متجر خاص بالرجاء بمطار محمد الخامس. وفي تفاصيل الخبر أكد عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي بجواب لي على سؤال أحد مشجعي الفريق الأخضر أنه غيفتتح متجر خاص بالفريق في مطار محمد الخامس الدولي. ووضح البدراوي في تواصله مع جماهير الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن الشركة الجديدة للملابس اللي تعاقد مع الفريق الأخضر غتكلف بافتتاح متجر بمواصفات عالمية خاصة بالفريق إلى جانب متجر مطار محمد الخامس الدولي. وأعلن الرجاء على شركته الجديدة للألبسة يتوصل مع اتفاق رسمي بتوقيع عقد كيمشي لثلاث سنوات لتزويد الفريق الاخضر بالملابس الرياضيه. وكان بودريقه الرئيس السابق للنسور اول من اطلق مشروع رجا ستور يتم افتتاح عدد من محلات مدينه الدار البيضاء ومتجر مدينه برشيد، غير ان المشروع ما لقاش نجاح كبير بعد تنحي الرئيس المذكور على منصبه. وقرر البدراوي تغيير الشركه الايطاليه الالبسه كابا بشركه اخرى كتنشط في اسيا وامريكا. سبق الانيس محفوظ وفتح معها مفاوضات وكان قريب من توقيع عقد جديد معها. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فيف. في امان الله ونتلقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,